مرحبا شباب، عندنا هالسؤال. خلينا نحل هالسؤال. The right a method include in class kwArrayList called removeSmallest to remove the smallest element from the list. The methods do not have any parameter. يعني ما في شيء في القوس. Do not call any other method of the class kwArrayList in your method. تمام، هاي الديت اللي عندنا. زين، مفترض نطلع اصغر واحد ونمسحه. زين، فبيكون الميثود يسوي شغلتين. اول شغله يسوي سيرش عن اصغر element، ثاني شغله يمسحه. زين، خل اول شيء نعرف فكره السيرش شلون يصير والمسح، بعدين بيسوي تعديلات شوي، لان هاي الكلاس نوعيته جينيراتيك وإي، فنحتاج شوي نسوي لها تعديلات. هاي بيكون التايتل مال الميثود. بداية بركز على فكرة السيرش، إنه شلون بيسوي السيرش وشلون بيسوي ريموف. بعدين بنكتب بالكومبايلر كالكود، إنه بتشوفون شلون الكود بينكتب. تمام، خلنا نروح حق التحليل. هاي مرة ثانية سوينا الديتا. زين، الخمسة هي أصغر شيء. إذا تذكرون في جافا 2 كان عندنا طريقة إن نسوي سيرش، نطلع الأصغر إليمنت وأكبر إليمنت. نسوي نفس الطريقة، بنعرف شيء اسمه smallest. زين، هل smallest بنخليه equal zero. تمام، وبنقارن شنو السمولست في الأري، في كل إليمنت من الأري، علشان نعرف خطوة بخطوة شنو بيصير. زين، خليت هالجدول وبنبتدي خطوة بخطوة نعرف شنو القيم اللي بيطلعون لنا. في أول مرحلة الـ i بيكون صفر، والـ smallest بعد بيكون صفر. زين، فصفر وصفر بيتقارنون، هل 15 أصغر من 15؟ لا. فشنو بيصير؟ فبيروح حق اللوب، يتغير الاي بيصير واحد. تمام، فبعدين السمولست خب ما تغير، صفر بيتشيك هل صفر أصغر من واحد؟ ايه. فشنو بيبقى السمولست صفر قيمته، اللوب بيتغير بيصير اثنين. فبيقارن الحين اثنين، هل أصغر من صفر؟ الجواب لا. هني مفترض شنو نسوي له أبديت، نغير قيمة السمولست من زيرو إلى اثنين. زين، فاللوب بيتغير بصير ثلاثة، ولكن السمولست قيمتها تغيرت صارت اثنين. تمام، لأن آخر مرة شنو حصل ان الخمسة اصغر من 15، فسوينا لها ابديت وصارت صارت اثنين. زين، قاعد احنا نشتغل بالاندكس. ليش نبي الاندكس؟ عشان الرموف بعدين انه يسهل علينا. اذن اللوب وصل ثلاثة. زين، قارن ثلاثة ويا اثنين، هل متساوي؟ هل ثلاثة الاليمنت اللي داخل اندكس ثلاثة أصغر من إندكس اللي إندكس اثنين؟ لا. فشنو؟ فثبت على اثنين، ما تغير السمولست، بيروح حق شنو؟ ولكن اللوب بتغير صار أربعة. زين، بيقارن للحين أربعة واثنين. زين، هل القيمة اللي في إندكس أربعة أصغر من القيمة اللي موجودة في إندكس اثنين؟ لا. فشنو؟ في اللوب كمل، راح خمسة بقارن ويا اثنين، هل الرقم اللي هو 82 أصغر من خمسة؟ لا. وبعدين بيروح ستة بقارن ويا اثنين، بعد نفس الشيء 8. زين،
فثبت ال else smallest عندنا عنده 2، خلاص عرفنا ان الاثنين هو اصغر قيمة عندنا. الحين يبقى عندنا شنو؟ ان نمسحه. زين، خب تعرفون طريقة ال remove ان شنو؟ من غير ال element نخلي شنو ان هاي من ال index. زين، اللي عقب ال index يصير مكان ال index وكذي رايح الى اخر element. تمام، كذي بيصير الى اخر ليمت. احنا حليناهم من قبل بالخطوات، فعلشان نكسب وقت ما شو اسمه ما برد بحط الخطوه بواحده بواحده. زين، فاللي حاب يقدر يرجع حق ذاك الفيديو يشوف شلون خطوه بخطوه يتغيرون ذنين القيم. والسايز بيصغر، يعني 7 بيصير شنو؟ بيصير 6. ولكن احنا قاعد نتحكى عن اري ليست، هالنوع نوع اي مو نوع عادي، فما نقدر نقارن بهالطريقة. يعني حتى المقارنة مالتنا ما بتكون يعني عادية، ما بيعطينا تشانس انه نقارن بطريقة جافا 2. لازم نستخدم شنو؟ كومبارتبل عشان يقارن لنا بين الاليمنت. تمام، انا من رايي بسوي تعديل في الميثود، من مكان يكون void بخليه يكون integer، عشان شنو؟ وقت اللي نمسح القيمة نشوف القيمة بعيننا. خلنا نروح حق الكومبايلر ونشوف انه شلون نقدر نحلها. شوفوا يا اول شغلة شنو بسوي، بحط الميثود نفس الطريقة العادية، بعدين بغير حق الاي واقول له public، خليناها انتجر بس عشان نشوف الشيء اللي بنمسحه. remove smallest، ما في شيء في القوس. قلنا شنو نحتاج؟ for loop direct انتجر i صار واحد اي اصغر من سايز. اي بلس بلس طبعا نحتاج سمولست يساوي صفر. إذن مادام بيكون في اف فخلنا نحط بريسي ونحط هنا إشارة إنها حق اللوب. إذن ما عليكم من هالإيرور لأن هاي نوعية انتجر فبيعطيني إيرور، أو تدرون خلنا نحط هنا ريتيرن مثلا 1 بس عشان نشيل الإيرور بعدين نصلحه. إذن فبروح هنا بنقول له اف، بنقارن الحين بنقول شوفوا ما اعطاني تشانس، ما يصير هاي انواع اي فبيعطيني سيدا ايرور ما بيتعامل. حتى شوفوا وياي خلنا نقول بعد له بقول هني انتجر بعد ما يسمح، حتى لو خليته هني انتجر ما بيسمح لان ليش هاي انواع اي، حتى لو خليت انتجر ما بيسمح بالهاي. فالحال عشان نشيل الهاي كومباتبل، زين عشان نغير الهاي بكتب لكم، ولكن خلنا حاليا نروح على هالكود عشان بس نشيل الخربطة عنكم. زين بعدين بنصلح الكود مرة ثانية. تمام، بس خلى عشان نصيد الفكرة بعدين بنرجع نعدل الفكرة. فهني شنو بنقول له؟ بنقول له في حال ان صاد القيمة smallest يساوي i، هاي كل اللي نبغي. زين عشان نعرف
الفكرة. إذن الحين شلون نصلح القيم اللي عندنا هني؟ شوفوا أنواع إيه لازم أستخدم وياه إنترفيس اسمه compatible. إذن أول شيء لازم أسوي casting. فشنو بقول له؟ بفتح قوس بقول له compatible with capital compatible. تمام. أنا الحين أحتاج أسوي casting. أنا بحاول أحط شنو كل واحدة في سطر عشان تعرفون الفكرة. زين. هاي أنا سويت له شنو الحين؟ سويت له casting. هاي compatible. تمام. بعد شنو بقول له؟ بقول له dot compare to. هاي compare to من وين يت؟ من نفس الميثود هاي. من نفس ال interface compatible. شوفوا. compatible. زين هاي الميثود مالها compare to. تمام. فخلينا compatible يا compare to. زين الحين ما خلصنا الكود. هاي اول سطر. زين بعدين بنقارن شنو smallest. زين هني بيرجع لي شيء. بيرجع لي اي شيء؟ خلوا بوريكم شنو يرجع. اذا كتبت هالكود خلوا بوريكم شنو بالضبط بيرجع. بسوي شوي تصليحات هني عشان ما يطلع لنا ايرور ونقدر نشوف شنو اللي قاعد يصير. زين ما عليكم، ابي بس اوريكم شغله ان هاي شنو بيرجع. يرجع لنا قيم. خلينا نشوف في هاي. زين بس عشان اراويكم شنو قاعد يصير بحطه في مثل ثاني بخليه void show result out. بس خليت 1، بخلي 1 ويا 2. ابي اشوف، ابيكم بس تشوفون شنو يعطيني كومبورتبل. شوفوا شنو اعطاني. اعطاني 1. ليش بقول لكم 1؟ يعني اللي في الداتا رقم 1 زين اكبر من اللي موجود في رقم 2. هاي معناته اخر نشوف ايه اللي موجود هني. زين اكبر من اللي موجود هني. انا مفترض كنت اخلي زيرو. خل احط زيرو عشان الفكره توضح لكم ازيد. زيرو وان مفترض الحين شنو يعطيني؟ يعطيني ماينس وان. لان ليش؟ هاي اصغر من الثاني. فخلينا نشغل. شو شنو اعطاني؟ اعطاني ماينس وان. ليش؟ لان هاي اصغر من ذي. أنا قاعد أقارن الأولي اللي في إندكس 0 ويا الثاني. زين قاعد يعطيني أرقام. زين خلى بس تعديل بسوي، بضيف بعد إلمنت وبخلي بالضبط نفس قيمة اللي فوق عشان تشوفون. أعطاني صفر، يعني شنو؟ يعني متساوي. فإذا أعطاني 1 يعني اللي الأول واحد اللي قاعد يتقارن زين اللي هو هني اللي قبل الكومبير تو هاي أكبر. إذا أعطاني ماينس 1 يعني اللي داخل القوس أصغر. إذا أعطاني 0 يعني متساوي. أعتقد الحين أنتم فهمتوا فكرة الكومبيرتبل. زين يعطيني أرقام، ولكن شنو الأرقام ما بتنفعني في الإف، لأن أنا شنو أحتاج؟ بوليان. احتاج شرط انه ترو ولا فولت. تمام. فشنو لازم اخذ هاي كامل. زين واخليه هني. اعطاني ايرور لان ليش؟ شوفوا الايرور شنو يقول لي. require boolean found integer ما يصير. incompatible type ما ينفع. زين فشنو فالحل؟ شنو نسوي؟ نحط
أكبر أو أصغر من صفر. زين، فإذا أصغر من صفر، لأن condition إذا أصغر من صفر يعني شنو؟ يعني قلنا له true. إذا صالب واحد طلع لي صالب واحد اللي هو أصغر من صفر، زين يعني true، يعني غير لي ال element. تمام، لأن ليش إحنا نبغي الأصغر؟ قاعد ندور على الأصغر، فمن كذي خلينا الأصغر هو اللي يصير true. لو كنا نبغي الأكبر كان خلينا الأكبر هو يصير true. تمام، خلي براويكم هاي الكونديشن شلون بيطلع لي. خلي بس هني بسوي نفس الحركة وبخليكم تشوفون. زين، بس بشيل هاي وتدرون خلي في ثلاثة الأحوال أحسن. أعطوني فولس، هل هو أصغر؟ هل 15 أصغر من 15؟ لا فولس، فخلي بشيل هاي الحين. شوفوا الحين أعطاني false، لأن ليش أول واحد مو أصغر؟ المفروض هني أعطاني true. خلنا نشوف، مفترض يعطيني true لأن 15. أوكي أنا خليت أكبر، مسامحة، طب أخلي أصغر. أوكي أصغر، شوفوا هني عطوني true لأن هاي أول واحد أصغر من الثاني. وما مثل ما شفتوا، خلى الحين نشيك index 1 و index 2 مفترض يعطيني شنو؟ false. خلي index 1 هني index 2، شغل البرنامج أعطاني false. تمام، فإحنا الكونديشن مالنا الحين إن شنو؟ نبغي الأصغر. تمام، علشان نتأكد إن حلنا صح، زين، فخلى شنو ناخذ السمولست ونخليه ينطبع هني، بيعطينا الاندكس. خلينا نشوف الاندكس، او تدرون اذا ما يعجبكم الاندكس خلينا نشوف الديتا بنفسها، لكن الديتا بنفسها ريسكي لان ساعات يمكن يكون اصلا مو انتجر، لكن في الحال خلينا نشوف. قال لي اي. تمام، خلينا نحوله، اعتقد يتحول. تمام تحول. زين، ف ينادي الميثود مالنا ثواني اللي هو شنو سميناه، اي removeSmallest من كولوم. هاي نوعيته قلنا return، فمضطرين نخليه داخل شنو؟ داخل system.out عشان ينطبع. أعطاني 8، أعطاني 8، شكله هو راح آخر شيء بدون ما يقارن هني، فأعطاني 8. ف خلنا نشوف شنو المشكلة. أوكي المشكلة الله يسلمكم إن هاي ما خلينا اللوب يشتغل، خلينا بس كذي 0 1. بس غريب أعطاني 8، طرف كان يعطيني مال الزيرو، كان مفترض يعطيني شو اسمه، كم عطاني؟ مفترض كان عطاني 1. خلينا نشوف، مو مشكلة، خلينا نعدل الكود ونشوف. بنخلي هني اي وهني بنخلي سمول. شنو عطاني؟ عطاني 5، يعني شنو تأكدنا ان الميثود مالنا صح. علينا ان نسوي له ريموف. زين، خلينا نسوي ريموف. شنو بنقول له؟ بس قبل ما نسوي ريموف نحتاج نخليه في element integer.
زين هالكود اصلا كامل بنشيله بنحطه وين؟ بنسميه هنا remove. احنا اوريدي حصلنا على القيمه removed فشنو؟ فبناخذ هني يساوي وبنشيل هاي كامل نخلي وين؟ نخلي فوق زين وهني بنكتب remove. بعدين بنسوي shift لان اذا سوينا shift وما خلينا remove خلاص الداتا بيصير لها لوز وما بنعرف شنو اللي مساحنا. فبنحتاج for loop طبعا integer i equal 1 equal 0 sorry 0 ما بقى 0 زين اصغر من سايز بلس بلس ومثل ما تعرفون عشان ما نعور راسنا يكون سهل شنو بنقول له يقول له the data ساوي the data بنخلي الاي هني وبنخلي اي بلس 1 ايه خلاص مفترض الحين يصير شيفتنج. انا شنو بسوي عقب هالميثود براويكم يعني بنطبع التو سترينج مرتين عشان نشوف الفرق بين اول مره وثاني مره تمام. فشنو بنسوي بنطبع هني خلينا نقول ريموفد بس عشان نعرف يعني smallest element send it out the list this dot to string بعدين نقول له نفس الهاي خلينا ناخذ كوبي وخلاص تمام ونشغل البرنامج ونشوف. مثل ما تشوفون مفترض ايه في شغلة نسيناها. شوفوا هالنال اللي طلع لنا بسبب ان نسينا شغلة واحدة اللي هي شنو اللي هي size minus minus تمام. هالاغلاط مفيدة من كذي الواحد لازم يشتغل على الكمبايلر لانه بصيد الاغلاط. نقول له هني minus size minus minus زين ونرد نشغل البرنامج. الحين مثل ما تشوفون لحظة مفترض صار لي أصغر واحدة أوكي إحنا سوينا غلط ثاني هني بدينا من صفر مفترض ما يبتدي من صفر يبتدي من وين من smallest. إحنا أصلا smallest طلعنا عشان نشيل الإليمنت مثل ما تشوفون شال لي الخمسة زين بدون ما يتأثر الديت الباقية وهاي اكو عندكم list الخمسة بدون الخمسة زين. اتوقع فهمتوا الفكرة فكرة الكومبورتبل وعرفتوا انه في الاري ما بيصير لنا هالشغلة تمام.